تسلم فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أوراق اعتماد سعادة السيد وحيد مبارك سيار سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة البحرين في دمشق، وذلك خلال المراسم التي جرت في قصر الشعب. نعم، نقل سعادة السفير تحية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس السوري وتمنياتهما لبلاده وشعبه الشقيق بدوام الأمن والتقدم والازدهار، معربا عن اعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى سوريا والمساهمة في تعزيز العلاقات التاريخية لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه حمل فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية سعادة السفير تحياته إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والرخاء، ولسعادة السفير التوفيق في مهامه الدبلوماسية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين الشقيقين.